بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نراجع أسئلة النظري في موديول اليورينري. الموديول اليورينري يعني ايه؟ سهل، مفيهوش حاجة خالص. احنا بنقسم الأجزاء بتاعته لجزئين، أول جزء الكيدني، تاني جزء هو الإكسكريتوري باسج. تمام. معظم الأسئلة النظري بتيجي في الكدني عشان العمل بتاعها يعني هو بس صورة الكدني. الاكسكريتوري بس اللي هو اليوريتا والرينال بلادر غالبا بيجي عمل، بس برضو احنا هنعمل حسابنا وايه نكون مذاكرين ان شاء الله كل حاجة. اول حاجة أسئلة الكدني، ايه الأسئلة اللي بتيجي؟ طبعا الأسئلة عندنا اخرها مثلا سؤال بدرجتين او حاجة، ف او سؤال ممكن يجي لنا مثلا سؤال بدرجتين او درجه ونص، يقول انيوميريت كومبوننت اوف يوريثروس تيوبز. يبقى انا مطلوب مني ايه هنا؟ مطلوب ما دام انيوميريت او ليست، يبقى انا بس عايزه ايه؟ عايزه اقول بس الاسامي. هقول ان هو اليوريثروس تيوبز دي بتكونسيست اوف نيفرون وكوليكتنج سيستم. واقول النيفرون ده اربعه كومبوننت اللي هو رينا مامبيجيا كومباسل والبروكسيمال كونفيوتيبيول اللوبوفين والديستال كونفيوتيبيول. واقول الكوليكتنج سيستم هو كوليكتنج تشيبيول وكوليكتنج. تمام. يعني لو جالي سؤال انيوميريت انيوميريت او ليست، يبقى انا ايه مش مطلوب مني شرح، بس مطلوب مني ايه اقول بس الايه الكومبوننت. تمام. سؤالي ديسكرايب الهيستولوجيكال ستراكشر اوف رينال كومباسل. ممكن يجي سؤال يقول لي ديسكرايب الهيستولوجيكال ستراكشر اوف رينال كومباسل. الكومباسل دي عباره عن ايه؟ عباره عن قلنا في الاول خالص انها one of the component of النيفرون، واقول انها فورمد اوف بومنز كبسول وجلوميرولوس وميزانجال سيلز اللي هي انترا جلوم وميزانجال سيلز، وبعدين كلمتين على كل حاجه. اهم كلمتين في البومنز كبسول تقول ان هو تو لايرز كل واحده اللايننج بتاعها ايه، وبينهم حاجه اسمها بومنز سبيس. تتكلم على جلوميرولوس تقول انها عباره عن طفط اوف كابيلاريز، لوبس اوف كابيلاريز، والكابيلاريز دي تبقى فينستريتد وانها ايه بتشارك في البلاد رينال بارير. الانترا جلومر ميزانجال سيلز نقول الكلمتين اللي عليهم ايه والفانكشن بتاعتهم. ممكن يقول لي describe the histological structure of podocytes. هقول اللايت مايكروسكوب بتاعها، هقول الكترو مايكروسكوب بتاعها. ما انساش ان كلمه البرايمري اند سكندري بروسيسز، ما انساش كلمه الميديكال، ما انساش ان اقول ان البيزا لامينا بتاعت البص البيديكال بودوسايت والكولومنر كابيلاري اندوثيليوم الاثنين بيفيوز عشان يعمل لي سيك بيزا لامينا، وسيك بيزا لامينا دي مهمه جدا. ماشي. ممكن يقول ديسكرايب الكومبوننت اند فانكشن اوف بلاد رينال بارير. طبعا احنا عارفين ان اي بارير في الدنيا سواء البلاد رينال بارير او البلاد اير بارير، او ان شاء الله في الترم الثاني لما ناخد النيرفس سيستم في باريرز، اي بارير ده مهم، ممكن يجي كتير جدا ام سي كيو، بيجي كمان ايه كتير نظري. تمام. يبقى انت ممكن يجي لك الكومبوننت اند فانكشن اوف بلاد رينال بارير. اول هتقول ايه الديفينيشن بتاع البلاد رينال بارير، ده بيفصل ايه عن ايه؟ وبعدين هقول الاندوثيليوم نوع الكومبوننت بتاعته، لان هو اندوثيليوم بتاع الجلومر كابيلاري والكونتينيوس فيوز بيزا لامينا والبيديكال وبودوسايت، وانه ايه ان هو ده بتاع الفلتريشن ده اللي بيفلتر البلود. ممكن يقول لي ديسكرايب التايبس اند فانكشن اوف ميزانجال سيلز، او ديسكرايب هيستولوجيكال ستراكشر اند فانكشن اوف ميزانجال سيلز. في هذه الحاله هقول الاكسترا جلوملر والانترا جلوملر، واشرح الانترا جلوملر طبعا بالتفصيل، اجيب الجزء بتاعها اللي هو موجود في الجاكستر جلوملر ابريتس اشرحه بالتفصيل. تمام. يبقى هقول اشرح اكسترا جلوملر ميزانجل اللي هي مكتوبه انها ان ريليشن مع جلوملر كابيلاريز، وانها بتبقى انكلودد في البيزا لامينا بتاعتها، واتكلم على ايه سوري انت دي الانترا جلوملر ميزانجل سيلز، واتكلم على الاكسترا جلوملر ميزانجل سيلز او انها جزء بابارت دي تيز فورم ويز بارت اوف جاست اكسترا جلوملر ابريتس، واشرح الكلمتين المكتوبين عليه. طيب بعد كده بقى بعد اللي هي بيجن كومبوسيل، ممكن اي كومبوننت من النيفرون يجي لوحده سؤال، بروكسيمال كونفيوت تيجي سؤال، ديستال كونفيوت تيجي سؤال، لوبوفين يجي سؤال، وطبعا جات كتير قبل كده. وممكن يجي لي سؤال ايه اللي هو السؤال الكومباريزون المشهور بين بروكسيمال كونفيوتيبول وديستال كونفيوتيبول، طبعا برضه جت قبل كده. لو جالي ال ام اقول ديسكرايب ال ام واي ام وفانكشن اوف بروكسيمال كونفيوتيبول. هقول ايه؟ هقول الكلام اللي انا عارفاه، بس لازم اكتب ان اتكلم على الايبيكال سيمن برير. ايبيكال في حاجه، بيزل في حاجه، ولاترال في حاجه. لازم اقول ان ايبيكال في اسيدوفيليك براش بورد لازم تتكتب، نقول ان في بيزل اسيدوفيليك استريشن، واللاترال اللي في هنا اندستنكت لاترال سيل ممبرين.
وفي ميني انتربريتيشن، ده الكلام ده في الالكترون مايكروسكوب. لو اتكلمت على الديستال كمبيوتر فيو نفس الكلام، هقول انه ابيكال في فيو مايكرو، فيو مايكرو بالاي، في ديستنكت اتال سيمبرين هنا، وفي فيو انتربريتيشن هنا. لو قال لي كومبير بتوين البروكسيمال والديستال كونفوليوتد تيوبيول، طبعا قلنا الجدول ده مهم، فالجدول ده طبعا ايه هنذكره زي ما هو زي ما احنا عارفين. ما تنساش البوينت دي اللي هي الابيكال سيرفيس في ايه، المايكروفون اخبارها ايه، والبيزل سيرفيس استريشن الفرق بينهم ايه، واللاترال سيرفيس ايه الفرق بينهم. واحده البروكسيمال كونفوليوتد اندستنكت سيل باوندري، انما في الديستال تبقى ديستنكت. في مي انترديجيتيشن في البروكسيمال، انما في انترديجيتيشن في الديستال. وما تنساش تتكلم على اليومن بتاعت دي، وتتكلم على الدايمتر بتاعتي. ممكن يقول لي ديسكرايب التايبس اند هيستولوجيكال ستراكشر اند فانكشن اوف اللوب فيلم، هنذكرها بقى التايبس بتاعت اللوب فين والهيستولوجيكال ستراكشر. البورد بتاعها في ديس سيك بورد وفي سين بورد، وده لايند بايه وده لايند بايه، والفانكشن ايه بتاعته اللي احنا عارفينها. ممكن بقى يقول لي ستراكشر اند فانكشن اوف جاكستا جلومر ابريتس. طبعا جاكستا جلومر ابريتس ده سؤال جزء مهم جدا وفيه كتير جدا ام سي كيو، ممكن يجي نظري ماشي. لو جه سؤال على بعضه، لو جه سؤال على بعضه كده، هقول ان هو ماكينه دينسا وجاكستا جلومر سيلز واكسترا جلومر ميزنشال سيلز، بس ايه احاول اركز على البوينت الاساسيه. يعني اقول ماكينه دينسا دي وجزء دي موديفايد سيركويتيول وكلمتين عليها الحاجات المهمه، جاكستا جلومر سيلز نفس الكلام. لو في وقت بقى اكمل بقى دي، بس ايه لو جالي سؤال كبير احاول ايه اختصر، يعني اكتب الحاجات الايه البوينت المهمه في كل واحده فيهم. لو قال لي ديسكرايب الهيستولوجيكال ستراكشر اند فانكشن اوف كوليكتنج تيوبز، طب احنا بعد ما نذاكر النفرون بايه بنتعب بقى وننسى الكوليكتنج سيستم؟ لا، ممكن تيجي كوليكتنج تيوبز دي مهمه، وسؤال ايه سؤال محترم، وفي هيستولوجي كتير، في اللايننج بتاع السيلز، وفي برنسبال سيلز لايت سيلز وانتركريتد سيلز، فالكوليكتنج تيوبز ممكن تيجي سؤال هيستولوجيكال ستراكشر اند فانكشن، فما ننساش. ممكن المايكرو سيركيليشن اوف ذا كيدني تيجي، تيجي سؤال كده بدرجتين ولا حاجه ولا درجه ونص، برضو اي جزء محترم. اما الكولكتنج دكت بورينا انترستيتيوم دي غالبا بتيجي ام سي كيو، ما بتجيش ايه مساله ايه سؤال نظري، يعني انها دي اجزاء صغيره. تاني حاجه عندنا هي الاكسكريتوري باسجز. الاكسكريتوري باسجز هيجي اسئله ايه فيها نظري. ممكن يقول ديسكرايب اليوروسينيوم، ديسكرايب اليوروسينيوم ده طبعا خدنا عارفين الفكره في سنه اولى. ممكن يجي لي ديسكرايب اليوروسيليوم او ديسكرايب الاسيليال لايننج اوف الاكسكريتوري باسج اوف زينا البلبس مثلا، او ديسكرايب الاسيليال لايننج اوف زيوريتر، ديسكرايب الاسيليال لايننج اوف زيوريتر بلادر. ممكن ايه الاسيليوم ده برضه جزء يجي سؤال ايه عليه درجه ونص ولا حاجه او درجتين. ما تنساش ان الايديكال سيرفيس بتاعته اسمها فاسيت سيل، طبعا عارفين ان هو ايه ترانزيشنال تشينج نمبر اوف لايرز. لو هي امتي بتبقى حوالي 5 6 لايرز، لما هي فول بتبقى حوالي 2 3 لايرز. الابيكال سيرف ابيكال سيلز بتبقى دون شيب دو لارج. ما تنساش تكتب الفاسد انها اسمها فاسد سيلز، ما تنساش تكتب البليكس ولا الاوكلودنج جنكشن. طبعا الفانكشن بتاعته انه اكت از اوزموتيك بارير. لو قال لي ديسكريب يوروسيليوم ما تنساش برضه اكتب ايه كلمه كده على الفانكشن، هو اكت از ايه وزنه تكبر. بالنسبه لليوريتر اند يورينا بلادر، هو التركيز عنهم بيبقى اكتر في امتحان الاسبي، عشان فيه صوره يوريتر صوره يورينا بلادر محترم، مصابتين محترمين دي كتير جدا. بس از ان كيس يعني لو حاله لو جت نظري، هيبقى ديسكرايب الهيستولوجيكال ستراكشر اوف يوريتر، ديسكرايب او ديسكرايب الهيستولوجيكال ستراكشر اوف يورينا بلادر. طبعا احنا عارفين الكلام بتاعه النظري لاير، هتقول اللايرز هنشرح اللايرز بتاعتهم ميوكوزا ومسكولوزا وادفنتيشا او سيروزا، وبعد كده ايه هتتكلم كلمتين على اليوروسيليوم باختصار. طبعا هنا مكتوب ايه في اليوريتري بدر لايند باي يوروسيليوم، اكتب بس كلمه ايه سطرين على اليوروسيليوم، ان هو الايبيكال بارت اسمه بتبقى اسمها فاسيت سيلز ودوم شيب، وفي تايت جنكشن بين الحاجتين كلمتين. بالنسبه للمين يوريسرا والفيمين يوريسرا، ممكن يديسكرايب الاستروجيكال ستراكشر بتاع المين يوريسرا او الفيمين يوريسرا، او يقول لي ايه كومبير بين الميل يوريسترا والفيميل يوريسترا. طبعا اهم حاجه البارت بتاعتهم واللينس والجراند الايه اللي فيهم واللايننج. طبعا ان ده ايه دي حاجه ما تنسيش اللايننج دي، ان ده جزء الاستولوجي بتاعنا. دي البوينت المهمه في سؤال ايه كومباريزون بين الميل يوريسترا اند الفيميل يوريسترا. تمام، ده كل ما هو مطلوب من نظري اليورينري بلوك. ان شاء الله هيبقى امتحان كويس باذن الله.